في المرة الأولى اللي حملت فيها ابني شعرت بفيض من الحب لا يمكنني وصفه، شعور نقي وبدون مجهود يشابه كثيراً شعور استخدام تقنية سومفي أوتوميشن. من واجبي كأم الحفاظ على أمان طفلي وسعادته. أليكسا افتح الستائر في غرفة الطفل. ومع حلول المنزل الذكي من سومفي يمكنني التحكم بسهولة في أضواء الغرفة والستائر العادية والستائر المعتمة، وأبقي عيني على أحبائي باستخدام التكنولوجيا، كل ذلك من خلال الأوامر الصوتية أو بنقرة بسيطة على جهاز التابلت أو الهاتف الذكي. يتعلق الأمر بإنشاء منزل ترتقي فيه الطمأنينة بالرفاهية. يساعدني سيدار في بناء ملاذ آمن يمكن أن ينمو فيه طفلي الصغير بأمان. شكراً لك سيدار. سيدار، عالمك من خيالك.